مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه برنامج اجمل طباخه في مصر. النهارده طبعا المسابقه بتاعتنا هتكون مختلفه ما بين طباخين انا شايفهم بصراحه امارات بصراحه، يعني اشوف بقى احنا النهارده ان شاء الله هيطلعوا لنا اكله طعمها ايه، وانا هحكم ما بينهم، واللي هتفوز ب 50,000 جنيه. معاكم الشيف خلوصي مع الاستاذه نور. نور منين يا استاذه نور؟ من الدقي. من الدقي. معنا الاستاذه نور برضه. نور اتنين نور؟ اه ده انا كده في وسط كهرباء يا جماعه. منين؟ من شبرا. من شبرا. معانا اتنين نور يا جماعه، عارفين يعني انا واقف في وسط اتنين نور دلوقتي، يعني البلاتو بصراحه هيولع ان شاء الله، مش محتاج كهرباء. دلوقتي احنا حضرتك هنبدا المكونات. لحمه مفرومه، زبده، بيض، فلفل اسمر، ملح. عايز اشوف بجد مين هيعمل لنا النهارده اجمد اكله تكون من اجمد طباخه في مصر. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. اتفضلوا. حضرتك عارفه ده بيشتغل ازاي؟ لا مش عارفه. طيب بس حضرتك دي كده اهو، مش عارفه كده هتشتغل اهو. كده عارفه يحط لي كروز، عارفه يحط لي كروز حلو ولا رز وعيش؟ صح. احنا في فاصل يا استاذه، عايزين نلحق نعمل حاجه بعدين. يلا نبدا. في ممكن معلقه او شوكه عند حضرتك؟ معلقه اللي في ايدك يعني. ايه؟ معلقه اللي في ايدك يعني. دي بس المتاحه؟ طيب اوكي. طب يلا اتفضلي حضرتك، الزبده بتسيح اهي. احط البيض. لا انا مش عارفه اعمل ايه والله. البيض بيت بقول لك ايه بقى، مش فايقالك انا خالص. عظيم يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل. يا استاذه بعد اذنك خلي الموضوع اللي جواكي ده والبداية اللي جواكي بعد الحرب. حسبي الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم الوكيل بأي حد يظلم أي حد. معلش يعني أنا غلبانة دلوقتي، عندي عيال وبتطلق. لا صح، مكتب الستات كلها بيشرح مني. أيوه والله. طب روحي هناك بقى، روحي هناك. لا لا والله أبدا. هاتي بقى، هاتي هاتي بقى. يا نهار اسود. يلا مش تختاري عشان لازم انا اللي اكسب والله. عادي ولا يهمك، ولا يهمك عادي. استغفر الله العظيم، حسبي الله. طب دي بوظت لي الاكل. طب يعني بصي حضرتك شيلي الحاجه اللي هي حطت عليها الملح والكلام ده. اشيل ايه بقى، دي خربتها خالص. ماشي ماشي. اه طبعا. ايوه كده كده احط رش حلو وخلاص والناس تجيب يجلس عليه. ماشي. ربنا يا رب يكتب. كده كده. طب خلاص بقى روحي هناك بقى، روحي حل عني. مش معقول كده كده. هي ايه شيف دي؟ هو مش احنا فاصل طيب، ولا احنا ايه بالظبط؟ اه احنا فاصل. ايوه احنا فاصل لحد ما الاكل يخلص وادخل بقى عشان ادوق. تدوق ايه بقى، ما هي حطت الملح كله عندي. طب ايه رايكم يا جماعه نقوي الموضوع كده بشويه اسئله، واللي عنده اجابه اسرع هيز. بقول لك ايه، روحي هناك بقى وحلي عني خالص. نضفي بس. نضفي. لا طب لو سمحتي ما تسيبهاش تحط لك اي حاجه في طبقك. يا استاذه بعد اذنك تعالي مكانك. لا لا همسكي كاري. تعالي هنا مكانك. اسمعي بس، اسمعي اسمعي اسمعيني. ونضفي حواليكي. هتخانق معاها وهلبسك الطاسه دي في وشي. انا فهمتك. الطاسه؟ لا بقول لك ايه، خلي بالك. انا قلت لك انا منين؟ منين؟ قلت لك انا منين؟ منين؟ طب اهدي. ها؟ لا مش ههدى. اهدي كده وما تتهورش. هتهور. خلينا نخلص. يا حلوه انت، يا حلوه يا قمر. حسبي طرحتي يا بنتي. انت في ملك انت، ركزي في اكلك عشان اكلك هيتحرق. انت لما تلاقي الاكل بيتحرق كده توطي النار. لا طبعا ما وطيش النار. لا توطي النار. لا انا مالي ومال النار. لا توطيها. لا ماليش دعوه اوطي ايه. توطيها يا شيخ. يا جماعه الكلام ده ما ينفعش يا جماعه. لا طب ابعدي بس. انت بعد اذن حضرتك بصي يا بنتي. يا ايه اللي انت عملتيه ده؟ دي مجنونه دي ولا ايه؟ ملمقت ملمقت. استنى هقلب. ممكن لو سمحتي تسيبيها الطبقه وتسيبيها. خليكي انت هنا بقى، انا اروح هنا بقى. بيضي الا بيضي يا حبيبتي. ايه ده؟ ما هو ما ينفعش حضرتك، ما انت يعني ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. حسبي الله ونعم الوكيل. هو انت لازم كده حضرتك؟ يا يا لهوي يا لهوي. لا لا تعالي هنا بعدين. يا لهوي. تعالي ما تطلعيش من الكادر. تعالي هنا يا استاذه. ماشي. لحمتي لحمتي. يا يا
يا جماعه. طب انا اكلي بقى في بهدله جامده. اقسى عليكي. دقي دقي ايه؟ لسه ايه ما هنشوف من بتوع الدقي. يعني اكمن انا مؤدبه يعني مش عارفه ارد عليكي فانت. بقول لك برب العيال. يا شيخ ابو العيال على ابو ما تحلي عني بقى. عيب كده عيب. لمي لمي نفسك. عيب. ايه ده؟ ايه شيف ده؟ شيف هو فين؟ اسمعي اسمعي احنا في فاصل وانا مش عارف اتكلم معاها بصراحه اعمل لها ايه مش عارف. انا اسكتي خربتي امه. خلاص طب نقفل بقى. خلاص اقفل الحلقه بقى. خلاص يا ام الاكله باظت. يلا كملي لو سمحت اكلك. لا كملي اكمل ايه؟ كملي بس وانا هشوف الموضوع ده ما تقلقيش. انا هبقى واخد بالي ان في حاجات حاصله. اه لحمتي. يا جماعه طيب يا جماعه. لا يا جماعه ما فيش الكلام ده. لحمتي لحمتي. تعالي بقى انت. كفايه شعرك حلو وروش حلو. انا لحمتش تتلحم. يعني ايه شعر وروج وانت لحمه؟ انا لحمتش. طب تعالي حضرتك هتقولي بقى لحمه تانيه. اعمل لا انت حاولي تصفي. حاولي تصفي الميه دي في الطبق اللي عندك. صفي ايه الاكل نايل خالص. ايوه صفيها صفيها معلش. امسكي صفي الميه صفي الميه. حطي دول حطي دول حطيهم حطيهم. لحمتش مالكيش دعوه بلحمتش. انا بقول انت عارفه انا مسكتك هلبسك الطبق ده في وشك. انت قمر. انا قمر والله قمر. قمر 14. حضرتك صفي صفي اللي هي عملته ده يا فندم في الطبق اللي جنبك. اصفي اكله باظت خلاص. لا 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 صفي بس عشان اما ارجع والله. لحمتش. طب مفيش طبق بقى. انا مش فاهمتك. ايه شيف ده؟ طب هي خلصت هنا يا جماعه والاستاذه خلاص غالبا كمان خلصت. مش فاهمتك. عايزين نرجع. مش انا فاهمتك. طيب انت هتزعلي مني لو عملت حاجه؟ هتزعلي من رد فعلي؟ مش انا فهمتك وقلت لك كل حاجه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حضرتك صفي الميه في الطبق اللي عندك. صفي يا شيخه. حل عن امي بقى. حل عني بقى. حل عني. هاتي بقى دي ميه. لحمتي بلا لحمتش بلا زفت بقى. خدي بقى انت البتاع ده بقى. يلا يلا يا جماعه كله. لسه لسه ما رجعناش. لسه ما رجعناش. طب يلا خلاص يلا ده الطبق بتاعي. يلا 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 خدي بقى طبقك هناك. يلا بقى يلا ما تعرفناش بقى. يلا اتكلي على الله بقى. يلا يلا خلاص امشي بقى. يلا 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 يا شيف. انا اللي كسبت. ها انت اللي اسمي عبد العزيز. اه يلا بقى يلا اتكلي على الله كده. لحمتي يا جماعه. الكلام ده ما ينفعش يا جماعه. انا عايز ارجع يا جماعه من يلا ارجعوا. يلا يلا روحي تحاسبيني بعيد. روحي خدي الله ونعم الوكيل. يلا خدي طبق هناك بقى. يلا حلي عني بقى. لا بعد اذنك اديها بس الطبق بتاعها. لا لا خلاص انا مش بوظت اكلتي. لا 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 انت حلي صوتي. بلا توك توك بلا بتاع بقى. تعالي تعالي بس تعالي. طيب ماشي لما نبقى نتقابل بره بقى. ماشي. طب يلا لا 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 خلاص يلا. مش هينفع. انا اللي كسبت خلاص. احنا مش هينفع مش هينفع. هو ينفع اللي هي تعمله ده؟ بص عامله ايه في البوتاجاز بتاعي. الطبق ده بسرعه. احنا يعني بصي يا حضرتك هقول لك على حاجه. صفي الاكل ده. بصي صفي منه الميه في الطبق واعمليه واديها. انت عندي لحمتي. لا طبقي بوظ. مش هينفع ده. ده مش هينفع عشان كل ال يعني. ينفع كده برضه؟ معلش تعمل واحد بقى جديد. لا 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 لحمتي. طب اسمعيني بس هقول لك. هاخد واطلع بره خالص. اصل الموضوع هيبقى شكله مش لذيذ والله. الناس واقفه وشايفه الموضوع. احنا هنديها انت. طب هو ينفع اللي هي عملته ده؟ انا ما عملتش حاجه استاذه. انت بس خدتي لحمتي. لا مش برستيج. لا والله خدتي لحمتي. اسمعيني اسمعيني بقى. خدتي لحمتي. انت متدقي فعليكي برستيج. لا والله برستيج عادي عادي. لا طب اسمعيني مش هينفع والله. صدقني مش هينفع. تعمل واحد تاني. هدولها بالتاني يا جماعه. طيب انا انا طب اقول لك هدولها انتوا بالتاني. اما دوق انا هتصرف. طيب اما دوق انا هتصرف صدقيني. هدولها انا الواد محمود يستناها بره التوك توك. انا شفت كل حاجه ولما خلاص انا اللي كسبان. لا ماشي اوكي بس خلاص اصبري بس اصبري. اتفضلي ممكن مكانك لو سمحتي. الحمد لله. ثانيه واحده. طب يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص بقى خالصين بقى. يلا كلنا ندوق بقى يا جماعه. يلا طب انا عايز ارجع يا جماعه. انا عايز ارجع يا جماعه. خلاص بقى يلا كلنا ندوق. طب انا عايز ارجع يا جماعه. عادي بقى عادي ما كله بشرب. من فضلكم عايز ارجع. لحمتي ما باظتش. ما كنتش حاطه ميه عليها. بلا طيب. لحمتي بلا بتاع بقى. طب خلي ده هنا بعد اذنك. بجد قله ذوق. انتي ولحمتك يا شيخه قرفتوني. ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نقول نتيجة المسابقة أهو. ونشوف مين أهو. اللي فايز معانا نور ولا نور؟ سيبي لحمتي بس. يا ريم يا ريم احنا رجعنا من الفاصل. يلا احنا رجعنا من الفاصل بس خلاص بقى خلاص يا نور. ايوه طب ما ما انت يا جماعة انتوا الاثنين نور يا جماعة. سيطروا عليها يا جماعة. يعني اتنين نور انتوا عاملين فيا ليه كده؟ طيب انا المناديل دي عنك كده. يا رب النور يقطع. يلا انا جاهزة والله. مش وحش يعني. استنى ما اظبط طبقي. جميل. استنى
صحة وهنا. طب انا فين الطبق بتاعي؟ اهو تحت يا منى. اهو انا نضفت لك اهو يا شيف، ربنا يكرمك. انت نور رقم واحد وحضرتك نور رقم اتنين، ربنا يكرمك. ماشي؟ لا انا رقم واحد بقى، معلش. ما هو معلش هي عشان بتكسب معانا بقى لها كام حلقة، فاحنا يعني الموضوع تكسب ايه؟ ما هي بتكسب ايه دي؟ معلش معلش هنشوف بس الموضوع ايه دلوقتي. ان شاء الله يمكن تكسبي لما ادوق، يمكن يطلع حلو. ماشي. محدش عارف. خلاص هو كده اتعمل. استني طيب. بس خلاص بقى. طيب. مش مشكلة. هو انا مش قلتلك تبعدي عن حاجتي؟ لا مش هبعد عن حاجتي. طب طب خلاص خلاص يا استاذة نور بعد اذنك لو سمحتي. خلاص بقى احنا كده خالصين وتمام يعني. ايوه نور مين بالظبط؟ اه طب تعالي هاتي طبقك كده بعد اذنك. وانا نور واحد. طبقك. يلا ارجعوا يلا يا جماعة. طبقك يلا يلا عشان. ورجعنا لكم تاني عشان نشوف مين الفائزة معانا بأجمد طبق في مصر، البرنامج أجمد طباخة في مصر. يا ترى هتبقى نور رقم واحد ولا نور رقم اتنين؟ اتنين طبعا. هدوق وهقول. الله تحفة. يا سلام. دوقي والله. أنا عايزك أنت تدوقي بنفسك. والله هدوق. وحش جدا. أنا هدوق ده بقى. ايه ده مليان شطه، مليان ايه ده؟ ده مليان فلفل قوي وملح. ايه ده؟ اقسم بالله وقفلها التوك توك برضه. طبعا النتيجه محسومه يا جماعه، ونور رقم واحد هي برضو اللي فازت وكسبت 50,000 جنيه، وهناخد فاصل ونرجع لكم. تتحركوا صح؟ صح؟ انت رايح فين؟ مبروك عليكي. تعالي احط لك الروج بقى. تعالي يا بنت. ايه ده؟ انا عديت خالص. عديت لك الروج بقى. ايه الحكايه؟ ايه؟ ايه تعالي بس تعالي اقول لك حاجه بره يا بنتي. انت رايحه فين؟ تعالي خلي معايا هنا. ادخل اعمل ايه؟ تعالي بس تعالي افهمك حاجه. ايوه خدي دوقي لحمتي. تقرف. حطي بقى كله على بعض. حطي كله على بعض ودي لسواق التوك توك اللي بره. انا هقسم معاكي. تديني كام؟ 50 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
انت اللي عاملاه. الشيف هيجي، الشيف هيجي. كده بربع عيب انا هديك خلوقي. وبعدين هي على فكره الموضوع ده طلع مش فير، مش فير خالص. وانا خارج خلاص بقى. ها بص، طيب طيب خلاص بقى خلاص. انت مش فزتي كده كده خلاص. بصي بصي لي، معلش معلش خليكي واقفه بس نختم الحلقه. ممكن نختم الحلقه؟ معلش. ورجعنا لكم تاني في برنامج اجمل طباخ في مصر. اللي ما طلعش اجمل طباخ في مصر وطلع فلفل شطه الجزء التاني، وده مقلب عاملينه فيكي. والله انا بقول ايوه انت داخله. انا بقول بس انا اللي كسبت. يا ريت حضرتك تبصي في الكاميرا وتقولي انك موافقه على اذاعه الحلقه. موافقه على اذاعه الحلقه بجد؟ اه نورتينا يا نور. ميرسي. واستنونا في حلقه جديده من برنامج فلفل شطه.